وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد المحلل السياسي والكاتب في الشأن الخليجي الدكتور عيسى العميري من دولة الكويت، أكد على التعاون القائم بين مملكة البحرين ودولة الكويت والذي ينمو بشكل مستمر على الصعيد كافة. طبعا قراءة المشاركة بين البلدين من زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل أحمد إلى أخيه ملك مملكة البحرين، طبعا وهي تنمو بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، وبالتالي يشددان على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وكذلك استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها. كذلك الجانبان دائما وأبدا بقيام المستثمرين والشراكة الكويتية البحرينية بتوسيع أعمالهم في البلدان والاستفادة من الفرص المتاحة، وبالتالي في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات. وكذلك بالنسبة أن الجانب الكويتي والبحريني حرصوا كل الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، ويشيدان بنجاح اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة في يوليو 2023، وكذلك يعتمدان نتائج الاجتماع ويوجهان بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارة الداخلية بين البلدين. وكذلك أكد الجانبين على أهمية الحفاظ والتماسك وتضامن دول مجلس التعاون ووحدتهما، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وكذلك تعزيز دورها الإقليمي والدولي.